السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مساق نظم المعلومات الإدارية Management Information System. توقفنا مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عند مفهوم تكنولوجيا الاتصالات، ولكن بحكم أن هذه المحاضرة تعتبر المحاضرة الأخيرة في مساق نظم المعلومات الإدارية، فنذكر في ما سبق أنه إحنا اتكلمنا عن مفاهيم أساسية تحت قضايا معاصرة في نظم المعلومات الإدارية، وهذه المفاهيم وهذه القضايا المعاصرة لها علاقة كبيرة جداً مع أنظمة المعلومات الإدارية، وهي مفاهيم حديثة ولها أثر كبير جدا في تقدم هذا العلم وفي تقدم نظم المعلومات الإدارية وفي ثورة المعلومات وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. وبالتالي هذا الفصل أو هذه الوحدة هي الختامية في مساق نظم المعلومات، علما أنه المتطلبات الرئيسية والأساسية لمساق نظم المعلومات الإدارية احنا تخطينا بفضل الله عز وجل في الوحدات الأربعة الأولى، وهذه الوحدة تعتبر بمثابة الاستزادة من العلوم الحديثة اللي لها علاقة بنظم المعلومات الإدارية. وبالتالي احنا ان شاء الله تعالى نحاول انه خلال هذه المحاضرة نتكلم عن مصطلح تكنولوجيا الاتصالات والأمن المعلومات لأنظمة معلومات بشيء من الاختصار نظرا للوقت، وأنه إحنا الآن مشرفين على إن شاء الله تعالى الاختبارات أو الامتحانات النهائية. اتكلمنا في المحاضرات الثلاثة الأولى عن إدارة المعرفة، وقلنا أنه إدارة المعرفة هي قدرة وتفاعل أفراد المنظمة مع التكنولوجيا الحديثة والمتطورة على مواجهة المشاكل الصعبة والمشاكل المعقدة بالاعتماد على المعارف والتجارب والخبرات الموجودة لدى المنظمة وأفراد أو الخبراء الموجودين في المنظمة، وهي توجيه للمعارف وإدارة هذه المعارف واستثمارها واستخدامها في وضع حلول لإشكاليات واتخاذ أو المساعدة في اتخاذ قرارات جوهرية في المنظمة. أيضا تحدثنا عن مفهوم الإدارة الإلكترونية، قلنا إنه الإدارة الإلكترونية بشكل عام هي عبارة عن عملية أتمتت وميكنت المهام وأنشطة وأعمال ومعاملات المنظمة الإدارية بالاعتماد على تقنيات المعلومات الحديثة المتطورة بهدف تحقيق أهداف المنظمة، سواء على صعيد التقليل من استخدام الأوراق والتحول إلى العمل، وإلى أنه تكون جميع المعاملات عبر الأنظمة أنظمة المعلومات الحديثة وتكون المعاملات إلكترونية. كذلك كان أحد أهداف الإدارة الإلكترونية أيضا تبسيط الإجراءات والبعد عن البيروقراطية وتعقيد المعاملات والأعمال، أيضا سرعة الإنجاز ودقة المخرجات ودقة العمل. هذا بالنسبة للإدارة الإلكترونية.
تكلمنا عن الحكومة الإلكترونية، وقلنا أن الحكومة الإلكترونية هي الجهاز الحكومي اللي استخدم واستفاد واستثمر التكنولوجيا المتطورة وتقنيات المعلومات والحواسيب والشبكات المختلفة لدعم وتعزيز الحصول على المعلومات وعلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتوصيل هذه الخدمات وهذه المعلومات إلى المواطنين، إلى منظمات الأعمال، إلى المجتمع، بل وذهبت الحكومة الإلكترونية إلى ما هو أبعد من ذلك في موضوع الاستثمار الخارجي وتوظيف التقنيات، تقنيات المعلومات والمنصات الإلكترونية لتسويق الدولة وأعمال الدولة. أيضا تكلمنا عن مصطلح التجارة الإلكترونية، واللي أصبح له صدى كبير جدا بحكم أنه أتاح فرص عمل أمام الخريجين، أمام المتخصصين، خاصة في مجال الـ IT والوسائط المتعددة، التصميم. هذا أتاح للكثير من على مستوى الأشخاص وعلى مستوى المنظمات. كذلك احنا تكلمنا عن أمثلة وضربنا أمثلة عن الدول العظمى مثل الصين والأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، وإنه إلها إنجازات وحققت إيرادات كبيرة جدا ومهولة فقط من خلال التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني. قلنا أنه التجارة الإلكترونية هي يعني تعني، بما أنه التجارة بنتكلم عن بيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات عبر شبكات الحاسوب ومنها شبكة الإنترنت. والتجارة الإلكترونية قلنا أنه هي مجموعة العمليات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت. هذا بشيء من خلينا نقول الاختصار، مراجعة لما سبق في الوحدة الخامسة التي بعنوان قضايا معاصرة في نظم المعلومات الإدارية. بقي عندنا مصطلح الأمن المعلوماتي لنظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. تعالوا نتكلم عن تكنولوجيا الاتصالات، واللي هي تكنولوجيا الاتصالات جاءت من التطور التكنولوجي الحديث الذي انتشر بشكل واضح وسريع، وإحنا بنعايش هذه اللحظات، بنعايش هذا الأمر، حيث أنه يعني الاتصالات أدى إلى حدوث عملية تغيير وعملية تنمية وتوعية لكافة الأفراد والمنظمات، وتطوير الجوانب الحياة المختلفة سواء كانت الثقافية أو الاجتماعية. وتحديداً يعني ساهم هذا التطور الكبير في مجال تكنولوجيا الاتصالات في تحريك عجلة الاقتصاد، سواء في استخدام الحواسيب والأجهزة الحديثة والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبناء شركات ومشاريع ومتاجر وعلاقات عبر هذه الوسائل التواصل الاجتماعي. وهذا حقق حقيقة يعني إنجازات كبيرة جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمات وعلى مستوى الدول. هناك فوائد حقيقة يعني كبيرة جدا من تكنولوجيا الاتصالات، منها أنه تقلل التكاليف في عملية أنه أنت الآن من خلال الشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلال التواصل مع الخارج من خلال الحواسيب، أعطى حقيقة يعني فرصة كبيرة جدا أمام المستثمرين والتجار والموردين إنه يبني علاقات مع الخارج وإنه يستورد منتجات و يتحصل على خدمات مهمة جدا ومعلومات قيمة.
وباختصار كثير من التكاليف وكثير من النفقات اللي ممكن كان إنه تكلفه من خلال اللي هو في الجانب التقليدي أو التجارة التقليدية، ولكن من خلال تكنولوجيا الاتصالات أصبح هذا سهل ومتناول الجميع وسريع، وقلنا تكاليفه أقل بكثير. إذن تقليل التكاليف، وهذا شيء يعني واضح من خلال اختزال الكثير من العمليات في عمليات السفر والترحال والوقت والجهد والمال الذي يصرف في الطريق حتى يتم عقد صفقة أو يتم حجز أوردر معين للمتاجر أو في التجارة العامة والتجارات المختلفة. ساهمت أيضا تكنولوجيا الاتصالات في إنجاز الأعمال في وقت قصير، وأيضا عبر ممكن يكون عبر البريد الإلكتروني تتم صفقات كبيرة جدا. وإحنا بنتكلم أيضا عن أنه في قانون أيضا يحمي هذه التجارة، وليس الأمر عبثيا يتم فقط من خلال تواصل وما شابه، لا، في هناك قوانين تحكم هذه العملية ونظام تحقيق قدر كبير من السرعة في اتخاذ القرارات. الآن إحنا من خلال الفيديو كونفرنس، اللي الآن حتى من خلال برامج الزوم بيتم عملية اللي هو اجتماعات وتواصل واتخاذ قرارات في قضايا مهمة وقضايا جوهرية. إحنا الآن حتى في الكلية في الأيام الصعبة، في أيام الوباء اللي عصف في جميع في الأمة وفي العالم، كان اجتماعاتنا مستمرة ودائمة على مدار الساعة من خلال برامج الزوم والبرامج الأخرى، واتخاذ قرارات بخصوص العملية التعليمية والقضايا الإدارية. وبالتالي يعني استخدام والاستفادة واستثمار تكنولوجيا الاتصالات في ذلك يعني أعطى مساحة كبيرة جدا ومرنة وسهلة، وجعل إنه العملية الإدارية والتعليمية وحتى التجارية يعني تسير على الأقل بالحد الأدنى. فتح أيضا أفق تكنولوجيا الاتصالات، فتحت أفق لمجالات جديدة يعني في ريادة الأعمال وتبادل المعلومات والبيانات، توفير الكثير قلنا من الوقت والجهد والعبء الذي يعني كان على كاهل أصحاب اللي هو العلاقات وأصحاب المصالح. تكنولوجيا الاتصالات هي يعني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحضارة المعاصرة الحالية، وإهمالها وعدم التعامل معها وعدم مواكبتها ومواكبة الحداثة المستمرة والسريعة طبعا بالتأكيد يؤدي إلى تدهور في المنظمات، تراجع حيكون كبير جدا وواضح، لأنه إحنا قلنا إنه المعلومات الآن تمثل مورد رئيسي وأساسي في عالم المنظمات. وقلنا إنه الآن إحنا بنقيم المنظمات، الآن الجامعة حتى جامعة الإسراء عندما قيمت بما يخص الآيزو قيمت بناء على الأنظمة اللي يتم استخدامها في الجامعة، أنظمة المعلومات والأنظمة البوابة الإلكترونية، التواصل ما بين الدوائر الإدارية وكذلك العملية التعليمية. هذا كله تم تقييمه بشكل مهني ومن جهات خارجية حتى حصلت الجامعة على ما حصلت عليه من آيزو وجودة يعني عالمية وشاملة في المجال الإداري وفي المجال إن شاء الله الأكاديمي. وبالتالي مواكبة هذا التطور وهذه
التقنيات بالتأكيد يؤدي إلى أنك تكون في مصاف المؤسسات الشبيهة والشريكة، وأنه تتميز وتتقدم وتطور من عملك. يمكن اعتبار تكنولوجيا الاتصالات هي نتيجة الاندماج بين ثورة المعلومات والتقنيات المختلفة ووسائل الاتصال التي تم تطويرها وتنميتها، وهي أيضا في تطوير مستمر ودائم. تكنولوجيا المعلومات هي مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم استخدامها لمعالجة المضمون الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال سواء الشخصي أو التنظيمي، وذلك بعد جمع المعلومات والبيانات المسموعة والصوتية والمرئية والمكتوبة وتخزينها واسترجاعها في الوقت المناسب. تعال نشوف العلاقة ما بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حنجد أنه تكنولوجيا الاتصالات هي مجموعة الأساليب والتقنيات التي تساعد على ربط الحواسيب مع نظم المعلومات، لكن تكنولوجيا المعلومات هي منظومة متكاملة مكونة مكوناتها الرئيسية الأجهزة، أجهزة الحاسوب، الاتصالات، الشبكات، البرمجيات، الخدمات والموارد الأخرى من الموارد ذات العلاقة. إذن إحنا تكنولوجيا الاتصالات هي أحد مكونات أساس تكنولوجيا المعلومات، ويمكن القول من هذه العلاقة أن هناك علاقة وطيدة وعلاقة قوية جدا ما بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المصطلحين هذول يا جماعة ملتصقين التصاق تام، كلما ذكرت تكنولوجيا الاتصالات تذكر تكنولوجيا المعلومات والعكس صحيح. إذن يمكن القول أنه لا يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لأنهم بيكملوا بعضهم البعض. هناك يعني موضوع اللي هو أنواع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حنسرد هذه الأنواع بشكل سريع. المطلوب منا أنه التعرف على هذه الأنواع اللي موجودة من أنواع التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومن يريد أن يستزيد في تفاصيل هذه الأنواع ممكن يرجع إن شاء الله إلى المقرر وإلى الكتاب المعتمد وإن شاء الله يتعرف عليها، لكن إحنا نذكرها على سبيل السرد. الآن عندنا أحد أنواع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اللي هو الحواسيب، حاسوب الآلي سواء كان جهاز الديسكتوب أو جهاز اللابتوب، هذه كلها تعتبر من الحواسيب الآلية. تكنولوجيا الفوتون، تكنولوجيا الميكرويف، تكنولوجيا الألياف الضوئية، تكنولوجيا التليتكست، تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك، الأقراص الليزرية، الفيديو تكست، الحاسوب النقال والهاتف النقال، الاتصال الرقمي، الأقراص الضوئية، الوسائط المتعددة، المؤتمرات عن بعد، الطرق السريعة للإعلام، كل هذه تكنولوجيا اتصالات وغيرها من الأنواع الأخرى في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. تعالوا نتحدث عن الموضوع الأخير في مساق نظم المعلومات الإدارية في وحدة القضايا المعاصرة في نظم المعلومات الإدارية، الأمن المعلوماتي لأنظمة المعلومات. طبعا احنا نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية بحكم انه الكلام اللي احنا سبق تحدثنا عنه في بناء الأنظمة وتحليل الأنظمة وتصميمها يعني تطبيق نظام والعمل على أنظمة في المؤسسات في المنظمات، هذا كله جهد كبير جدا، لكن إن لم يتبع هذه العمليات كلها بتفاصيلها موضوع التأمين على هذه الأنظمة وعلى هذه المعلومات وعلى هذه
قواعد البيانات وقواعد المعرفة، من الضروري إنه يكون في تأمين ووضع تدابير وإجراءات تحفظ هذه الأنظمة وهذا الإرث الكبير جدا والأرصدة المهمة والجوهرية في المنظمات وعالم المنظمات. المعلومات هي أساس الآن، أساس مورد أساسي ورئيسي في المنظمات، وبالتالي من الضروري الاهتمام بهذا الجانب وتأمين ووضع كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الإرث وعلى هذا الرصيد المعلوماتي والبيانات والقواعد البيانات، وكذلك المعارف اللي تم تخزينها إلكترونياً ضمن أنظمة المعلومات الموجودة في المنظمة. فموضوع الأمن المعلوماتي مرتبط ارتباط يعني وثيق بأنه الحاسوب في ظل التطورات طبعا المتسارعة وفي العالم والتي أثرت على الإمكانيات التقنية المتقدمة، طبعا هذه التقنيات هي الرامية إلى خرق أنظمة الحاسوب بهدف ممكن السرقة لا قدر الله، تدمير أجهزة الحاسوب. كل هذا لابد من أنه يكون في تفكير عميق و كيف أنا بدي أضع الإجراءات اللازمة لحماية هذه المعلومات وهذا الرصيد المعلوماتي اللي موجود في المنظمة واللي يعتبر أساس ومورد رئيسي في المنظمة. بدون المعلومات اليوم المنظمة لا تسوى شيء، حتى لو كان عندها المال وعندها المكان وعندها المباني، لكن بدون معلومات وبدون معارف المنظمة تفقد يعني خصوصيتها وتفقد أهم مواردها. بالتالي يجب أن يكون أنا عندي إجراءات مش وقائية فقط، وإنما أيضا إجراءات دفاعية لحماية المنظومة المعلوماتية اللي عندي، المنظومة المحوسبة اللي عندي، منظومة المعلومات اللي أنا أمتلكها في المنظمة. إذن هو علم الأمن المعلوماتي علم يعمل على توفير حماية للمعلومات وللبيانات اللي أنا بمتلكها من المخاطر والتهديدات اللي ممكن تهدد المعلومات. طبعا هذا الأمر بيتم من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات من مخاطر وتهديدات ممكن تكون داخلية، على سبيل المثال من العاملين داخل المنظمة اللي ممكن يكون له مصلحة معينة في المعلومات أو البيانات أو المعارف الموجودة عندك، وكذلك مخاطر وتهديدات خارجية من خارج المنظمة، أحقاد، منافسين، منتفعين وهكذا. فهذا الأمر يحتاج لوضع تدابير قلنا وإجراءات تحمي هذا الإرث قلنا المعلوماتي لأنظمة المعلومات الموجودة في المنظمة. أيضا ممكن نعرف أمن المعلومات بالسيطرة التامة على المعلومات من حيث تحديد من سيستلم البيانات، وتحديد أيضا صلاحيات الوصول إليها واستخدام مجموعة من التقنيات من أجل ضمان عدم لا قدر الله اختراقها من قبل أي جهة معادية أو منافسة أو غير ذلك. على سبيل المثال بتكلم عن البنوك، بتكلم عن يعني ممتلكات وعلى أرصدة مالية وحسابات لعملاء ولموردين ولزبائن البنك، بتكلم
نتكلم عن شيء يعني مهم في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وقد يعني يفقد المؤسسة مصداقيتها مع عملائها ومع زبائنها. الأمن المعلوماتي هو عبارة عن مجموعة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستخدم سواء في المجال الفني أو الوقائي لصيانة المعلومات مثل الأجهزة، البرمجيات، البيانات المتعلقة بالتطبيقات، وكذلك مثل الأفراد العاملين ضمن هذا المجال. هذا الأهم في موضوع الأمن المعلوماتي، وهذه يعني نبذة وتعريف للأمن المعلومات والهدف منه لحماية قلنا أنظمة المعلومات، اللي يعني كان في جهد وفي أموال أنفقت من أجل إنشاء ومن أجل الحفاظ على هذه الأنظمة. الموضوع المهم أيضا في موضوع الأمن المعلوماتي لأنظمة المعلومات هو الأخطار التي تتعرض لها أنظمة المعلومات المعتمدة على الحاسوب. هناك أخطار عديدة حقيقة ممكن أنه يتعرض لها أنظمة المعلومات، منها اللي هو الأخطار اللي إحنا مسردينها أمامكم في هذا السلايد، هي الأخطار البشرية والأخطار البيئية والجرائم الحاسوبية وقرصنة المعلومات والفيروسات. الأخطار البشرية وهي يعني تحدث من البشر، من الإنسان المصمم المبرمج المتخصص في الاي تي، العاملين المنافسين داخل المنظمة اللي ممكن ايش يضروا بعضهم البعض، ممكن انه يضروا بالمنظمة نفسها من داخل المنظمة او من خارج المنظمة. هذول ايش يسموا او يصنفوا في الاخطار البشرية اللي ممكن يستخدموا صلاحيات البعض في مناكفات مثلا معينة، ممكن من خلال معرفة الباسورد للإيميل إنه يتم استخدام إيميلك في شؤون قد تؤدي ب يعني بإشكالية اتجاه هذا الشخص. طبعا هذه أمور واردة وموجودة حقيقة، يعني موجودة بشكل كبير جدا، نجدها في أشخاص، في بعض الأشخاص بتلاقي عنده إمكانية الحفظ للأرقام يعني سريعة جدا، فبكون ممكن جالس جنب مثلا المدير صاحب صلاحية معينة للدخول على نظام معين، بيكتب كلمة السر أمام هذا الإنسان، وهذا الإنسان على طول ممكن يحفظها، بعد ذلك يدخل على النظام ويستخدم النظام بالطريقة اللي ممكن تضر بهذا الإنسان أو تضر بمصلحة المؤسسة. لذلك قلنا إحنا تحديد الصلاحيات مهم جدا، وأيضا يجب ضرورة معرفة المستخدم لأهمية وخطورة إنه ممكن اختراق كلمة السر. لذلك يجب إنه الإنسان المستخدم لأنظمة المعلومات، المستخدم للحواسيب اللي فيها مصلحة عامة للمنظمة، أن يكون على قدر من المسؤولية وعنده اهتمام بأنه يحافظ على تأمين المعلومات وحمايتها. الأخطار البيئية وهي شيء يعني خارج عن الإرادة البشرية، وإنما هو شيء يعني رايح باتجاه الزلازل، البراكين، العواصف، كل هذه تعتبر أخطار بيئية. لكن هناك أيضا من الضروري، وهذه تقع على مسؤولية على الشخص المسؤول، يعني حقيقة احنا واجهنا بعض الإشكاليات انه تسرب مثلا مطر الى غرفة الحاسوب، الى الغرفة اللي فيها مثلا السيرفر
اللي فيه يتم تخزين كل الأعمال اليومية والمعلومات والبيانات الخاصة في المنظمات. إذا يعني سقط عليه أمطار فبالتالي يتلف ويعطل الجهاز ويعطل المعلومات اللي موجودة، وقد يفقدها كلها وقد يفقد جزء منها، وهذا كله يعني شيء بيسيء للمنظمة وبيفقدها مصداقيتها وبيفقدها كثير من الأمور. بالتالي هناك أخطار بيئية قد تكون خارجة عن إرادة البشر والإنسان، هناك أخطار ممكن تكون يعني سببها اللي هو إهمال الإنسان للمحافظة على المعلومات وعلى الأجهزة والحواسيب. الجرائم الحاسوبية وهي الجرائم التي ترتكب على أجهزة الحاسوب أو شبكات الحاسوب، قرصنة المعلومات وهي تعني باللي هو سرقة المعلومات، سرقة البرامج والبيانات بصورة غير شرعية وبصورة غير قانونية. أيضا الفيروسات، وهذا أيضا من المخاطر والأخطار والتهديدات اللي موجودة يعني وحقيقية. هذه الفيروسات هي برامج تقوم بمهاجمة وإتلاف برامج معينة، وتقوم أيضا بالتلاعب بالمعلومات والبيانات المخزنة على الأجهزة وفي قواعد البيانات، وبالتالي يعني هناك يعني في الأنتي فيروس برامج متخصصة لحماية الأجهزة والحواسيب والشبكات والبرامج من الفيروسات، أنتي فيروس متخصصة في فيما يخص الشبكات فيما يخص البرامج العادية. فهذا الأمر أيضا يحتاج إلى أنه الإنسان يكون حريص عند استخدامه للفلاشات، استخدامه ل يعني التكنولوجيا الخاصة بنقل المعلومات من مكان لآخر. يعني هذا ما يعني الأخطار اللي ممكن يتعرض إلها أو تتعرض إلها أنظمة المعلومات. بهيك إحنا بنكون إن شاء الله تعالى يعني أنهينا الموضوعات المتعلقة بمساق نظم المعلومات الإدارية. بنكون هيك إن شاء الله تحدثنا عن الخمس وحدات اللي إحنا مطالبين فيها والمقررة لنا في مساق نظم المعلومات الإدارية. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر على يعني تفاعلكم حقيقة من خلال التواصل مع حضراتكم عبر برنامج الزوم اللي بيتم كل أسبوع، فهناك في تفاعل وحقيقة واضح إنه في تجاوب وفي اطلاع و يعني معرفة موجودة لدى معظم الطلاب، وهذا المؤشر احنا اتضح ان من خلال الكويزات اللي تم انجازها خلال الفترة الماضية. يعني نسأل الله ان ربنا يتمم عليكم ايضا الى حتى النهاية في الامتحان ان شاء الله النهائي، ويختم لكم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.